بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين الحرب التجارية بين الصين وامريكا على طاولة المفاوضات في واشنطن الاساتذة في تونس يعودون الى الشارع ويتهمون الحكومة بتنفيذ سياسة ممنهجة لضرب التعليم الجامعي العمومي بكم. يستانف كبار المسؤولين الامريكيين والصينيين مفاوضات شاقه تهدف الى تضييق الخلافات بين اكبر اقتصادين في العالم قبل ثمانيه ايام على انتهاء هدنه تجاريه بينهما وتاتي رابع جوله من المفاوضات بعد يومين فقط من محادثات تمهيديه على مستوى مساعدي الوزراء وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد تحدث عن امكانيه تمديد الهدنه لاتاحه الوقت لانجاح المفاوضات من جهة ثانية أبقى الرئيس الامريكي احتمال فرض رسوم جمركيه على واردات السيارات من اوروبا قال ان القرار النهائي مرهون بالوصول الى اتفاق تجاري مع بروكسل وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع أن ترامب وعده بعدم فرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية ويأتي التهديد الأمريكي بعد أيام قليلة على إصدار تقرير لوزارة التجارة الأمريكية خلص إلى أن واردات السيارات الأوروبية تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي تبحث وكاله فيتش للتصنيف الائتماني خفض علامه ديون السياديه لبريطانيا بسبب العواقب السلبيه على النمو الاقتصادي في حال خروج المملكه من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق وقالت الوكاله انها قررت وضع بريطانيا تحت المراقبه السلبيه بانتظار النتيجه النهائيه للمفاوضات مع بروكسل وحذرت من ان الطلاق من دون اتفاق يؤدي الى اضطرابات كبيره في الاقتصاد البريطاني ويقوض افاق اتفاقات التجاره في هذا الوقت تحاول رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تهدئة المخاوف من حدوث بريكزيت من دون اتفاق وبعد لقائها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قالت إن المفاوضات تحرز تقدما ماي وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية بريطانية وصفت المحادثات بالبناء وقالت إنها طلبت إجراء تغييرات قانونية متعلقة بالحدود الإيرلندية وإنه جرى الاتفاق على إيجاد حل سريع يضمن خروج بلادها من الاتحاد في الوقت المحدد وبشكل منظم وكشف وزير المال البريطاني فيليب هاموند عن تسجيل المفاوضات حول بريكزيت مع الاتحاد الأوروبي تقدما ملحوظا يمكن أن يفضي إلى اختراق في الأيام المقبلة وقال هاموند لشبكة بي بي سي البريطانية إن الحكومة تحقق تقدما في المحادثات من أجل الحصول على ضمانة لطابع الموقت لشبكة الأمان أو ترتيبات بديلة في وقت تحاول فيه رئيسه الوزراء اعاده التفاوض حول صيغه جديده من هذا الاتفاق الى تونس حيث نظم الاساتذه الجامعيون وقفه احتجاجيه امام مقر رئاسه الحكومه مطالبين بتفعيل الاتفاقيات السابقه مع الوزاره لزياده رواتبهم المحتاجون اتهموا الحكومه التونسيه بتنفيذ سياسه ممنهجه لضرب التعليم الجامعي العمومي بعد قرار مقاطعة إرجاع أعداد الامتحانات والإضرابات والاعتصامات المتكررة، عاد أساتذة الجامعات في تونس إلى الشارع من جديد، حاملين الشارة الحمراء للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم المادية والمعنوية وأولها الزيادة في رواتبهم المطالب اللي طالبنا بها عم ناول والحوارات اللي صارت مع الوزارة والاتفاق اللي صار في 7 جوان 2018 بدأت في المفاوضات وبعدين الوزارة في أكتوبر انقلبت على المطالب بتاعنا كل وحتى شيء ما تحقق دونك لهنا رجعنا معناها اه 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 اذا الوزاره مش تعاود تعمل كيما عملنا السنه ما مش نسيبو كان نوصل المطلب بتاعنا اللي هو تطبيق سلم التاجير يقول المحتجون ان الدولة قلصت من اعتماداتها المخصصه للبحث العلمي ايضا ما اسهم في هجره الاف الاساتذه الى الخارج وفي تراجع اداء الجامعه التونسيه وترتيبها عالميا برشا مخابر علميه سكرت في تونس يعني نسبه التمويل ضعيفه ياسر أه، ظروف العمل سيئه جدا أه، طلبك تشوفوا تقريب كي يمشوا أه، يمشوا بالنسبه لنا احنا يمكن اخر اهتماماتهم احنا من الثوره لليوم معناها القطاع الوحيد اللي ما زادش حتى من الليل. يبلغ عدد الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادات الدكتوراه أكثر من 12 ألفا ويقولون أن رواتبهم بقيت على حالها منذ سنوات متهمين الحكومة بالسعي إلى ضرب التعليم الجامعي العمومي لمصلحة مؤسسات التعليم الخاص التي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة بعد حل أزمة التعليم الثانوي تجد الحكومة التونسية نفسها عاجزة عن حل أزمة التعليم الجامعي وهو ما يضع السنة الجامعية الحالية على المحك بسبب عدم الاستجابة لجملة من المطالب المادية والمعنوية للأساتذة الجامعيين مراد في تونس الميادين راى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ان رفع اسعار الفائده لا يكفي لكبح تضخم وهناك حاجه الى اجراءات اخرى وتوقع العباسي ان يتراجع التضخم الى 6.9% نهايه العام الحالي في اعقاب قرار البنك رفع سعر الفائده القياسي الى 7.75% لمواجهه ارتفاع التضخم اعلن رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اطلاق خطه الاستجابه الاردنيه للازمه السوريه لهذا العام مطالبا المجتمع الدولي بتقديم دعم ملموس للاردن لتحمل اعباء استضافه النازحين السوريين وركز الرزاز اثناء الاجتماع الحادي عشر لاطار دعم الاستجابه الاردنيه على ان وضع الازمه السوريه لا يشبه وضعا اخر وهذا يستوجب دعما مختلفا مشددا على ان اللجوء السوري يشكل ضغطا كبيرا على الاردن واقتصاده الأجنحة السورية في معرض مير إكسبو ببيروت للسجاد العجمي والتحف التراثية والمنسوجات تشهد إقبالا كبيرا من الزوار على المنتجات التقليدية والحرفية السورية المشاركة السورية في هذا المعرض تتمثل بأحد عشر حرفيا على مساحة نحو 600 متر حيث أكد رئيس الوفد السوري عدنان تنبكجي أن المعرض يمثل نافذة مهمة لمنتجات الحرف التراثية السورية وفتح أسواق جديدة لها وتصديرها في قطاع غزة تكبد مزارعو الدواجن خسائر كبيرة جراء انخفاض الأسعار وركود الأسواق بسبب تراجع قدرة المواطن الشرائية خسائر باتت تهدد مصدر دخل نحو عشرة ألاف مواطن يعملون في هذا المجال ازمه جديده تظهر ملامحها في احد اهم قطاعات الثروه الحيوانيه في غزه مربو الدواجن باتوا في مهب الريح بعد انخفاض الاسعار بشكل كبير نتيجه الحصار وضعف الامكانات الماديه الوضع المادي في قطاع غزه صعب جدا يعني في الوضع الاقتصادي الفلوس صعب جدا، فيش ماده فيش سيوله في البلاد نهائي بالمره، وبعدين خفضنا كميه الشغل الموجود يعني من 100 مزرعه بنربح 30 مزرعه، بدل 50 عام بيشتغلوا اليوم ثلاث اقل يعني اقل 20 في 30 عام قاعدين الى نحو دولارين انخفض سعر كيلو الدجاج بعدما كان يصل في بعض الاحيان الى ثلاثه دولارات ورغم هذا تخلو الأسواق من المشترين الذين فرغت جيوبهم بعدما استنزفهم الحصار حتى الرمق الأخير اليوم 8 شيكل ومع 8 شيكل غالي يكون ب 12 ومعك انت 20 بكون رخيص ولو انه في سوق كان بتلاقي الجيش كمان أقل منك في الوقت اللي بنعيشه لانه انت في السقعه انت الجيش لازم يغلى ويرتفع سعره قطاع غزه يفتقد الى وجود مسلك مركزي للدواجن ويفتقد الى تقنيه التجميد الدواجن هذه التقنية حتى الآن غير موجودة في قطاع غزة لحفظ الدواجن الفائض الكبير في قطاع الدواجن الذي يمثل خمسة في من الإنتاج الحيواني أثر سلبا على نحو عشرة آلاف شخص يعملون في هذا المجال فيما يقف المواطن حائرا وعاجزا عن الافاده من الاسعار الحاليه. وما بين الخسائر التي يتكبدها اصحاب مزارع الدواجن وعدم قدره المواطن اساسا على الافاده من انخفاض الاسعار، تبدو عجله الاقتصاد في تراجع مستمر، الامر الذي يكشف حجم الكارثه التي يعيشها القطاع المحاصر. احمد شردان غزه الميادين. خففت دولة الإمارات الحظر المفروض على شحن السلع من قطر وإليها وألغى تعميم من موانئ أبو ظبي مؤرخ في الثاني عشر من شباط فبراير تعليمات سابقة تحظر الشحنات بين موانئ البلدين وأبقت الإمارات الحظر المفروض على السفن التي ترفع علم قطر والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين في إطار المقاطعة الخليجية السياسية والاقتصادية قال وزير الخارجية التركي مولود شويش أوغلو إن بلاده ستبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص في الأيام المقبلة في خطوة قد تثير التوترات مع جارتيها قبرص واليونان وتتنازع تركيا وقبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة يرجح أن تكون غنية بالغاز الطبيعي وقال أوغلو إن الأيام المقبلة تشهد بدء الحفر بسفينتين قرب قبرص بهذا الخبر نختم النشره للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربيه والاسبانيه نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء